إذا كان مطلوبا من المسلم مثل ما تفضلتم من حبس النفس عن هذا، فهل يدخل في ذلك النهي عن تصنيف الأشعار والمراثي المبكية في الموتى، لأنها قد يكون ذلك مساعدا على البكاء؟ لا، المراثي هذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وحسان بن ثابت رضي الله عنه رثى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراثي التي ليس فيها مبالغات وليس فيها إطراء لا بأس بها. ولو جلبت بكاء؟ نعم، ولو جلبت بكاء. البكاء غير ممنوع، البكاء مجرد البكاء على الميت، نعم، هذا غير ممنوع، إنما الممنوع النياحة والجزع، أما البكاء فإنه بغير اختيار الإنسان، وأيضا من شاءه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، وبكى لما مات ابن لابنته، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بحزن بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم.